نعرف الأكبر حسين الجاسمي المرة دي ما يعني ما عندناش رقبة بصراحة، ف كنت حاسس هو مش احنا يعني بصراحة. المرحلة الأولى ميسي أنت شفت طلعت إزاي؟ عايزاهم في الثانية بقى حسيت إن هم أثروا في الأولى، واخد بالك؟ يبقى طبعا الإقبال هيقل جدا في الثانية. أثروا في إيه؟ ما راحوش، مش في ناس ما راحتش. الأولى لازم المفروض كلنا نتابع. لا على ما أعتقد إن يعني القوانين هيبقى أكتر من النوميشن. أكثر من مرة اللي فاتت. وربنا إن شاء الله يا رب عشان خاطر ده عشان مصر كلها، عشان الشعب كله كمان يعني يعملوا حاجة بقى. السبب إن الناس فقدت الثقة في الانتخابات أصلا، حست إن بيدوا الأمر مش هم، ناس تانية، فمهما يعملوا مش هيتغير حاجة. مفيش دعاية كافية، الدعاية كافية مش مهمة، ما تثبتش. ما تعرفيش عدم اقتناع، ما تفهميش في حاجة، حاجة ما يقول لك البلد في البلد وبيع يعني بس بيقولوا انا بقول بلاش الاشاعات دي وبلاش الكلام ده. احنا مصر اول احنا مصريين دي مصلحه مصر. مفيش مصداقيه يعني بس الحرب على الجيش مفيش مصداقيه. الناس نزلت انتخابات كذا مره والاصوات كلها بتقول لك ان هي لازمه. ربنا الجوال ضعيف لان ما فيش اصلا حد بقينا مثلا واثقين فيه، وكلهم هو نفس الكلام اللي بيتعمل كل مره وفي الاخر بيطلع غلط. يعني هم الجيوش برضه في محل ثقه قوي، بس فالجواب بيبقى ضعيف يعني الشعب خلاص زهق يعني.